أيضا النائب محمد عبد المنعم وكيل مجلس النواب حاضرا أيضا هذا اليوم في بني سويف، وكان له أيضا تعليق على ما شاهده اليوم من هذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذه القرارات الشجاعة والجريئة التي تخفف عن المواطنين، وزي ما بيقول كده في ظل أوضاع ومعاناة بمعاناة الناس والأسر، أعباء معيشية كبيرة، في طبعا اثار الجميع اثار طبعا سلبيه على اللي حصل فيما يتعلق كورونا او الحرب الروسيه وغيرها وغيرها، واللي ما بندفع ثمنها وتاثيرها علينا وتاثيرها على المواطنين اللي هم الاكثر يعني احتياجا. كتب النائب محمد ابو العنين على الحساب الرسمي: تشرفت وسعدت اليوم بحضور زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى قريه سدس الامراء ببني سويف، وكم الفرحه والحفاوه التي شاهدتها من الاهالي احتفاء بزيارة الرئيس السيسي جابر الخواطر. فالاستقبال الحاشد بالآلاف في شوارع بني سويف للرئيس حمل جميع مشاعر المصريين تجاه قائد وطني مخلص استطاع بناء الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره في ظل تحديات وأزمات دفع ثمنها دول وشعوب من حولنا. أشيد بحزمة القرارات المفاجئة والعاجلة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وأدخلت الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين، لتؤكد انحياز الرئيس للمواطن وشعوره بمعاناة البسطاء والأكثر احتياجا لمواجهة مشاكل الغلاء والأزمة الاقتصادية. كلمات الرئيس السيسي من بني سويف جاءت من القلب ولامست قلوب المصريين، وعكست مدى شعور الرئيس بما يعانيه البسطاء من أهلنا، وحصلت رسائل طمأنة وحملت رسائل طمأنة وبشرة خير نحو مستقبل مصر وانتهاء الأزمات والتحديات قريبا. تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي، هكذا كتب النائب محمد أبو العنين قائد تحية من القلب الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجمهورية الجديدة، الذي يثبت كل يوم أنه مع الناس وإلى جانبهم في كل قراراته، ويشعر بما يتحمله المصريين من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا. ده طبعا رسالة مهمة جدا.